سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جمهورنا في الوطن العربي والخليج العربي، جمهور قناة الفجيرة، نرحب بكم عبر العالم كله في هذه الأيام المباركة. ودعنا رمضان وودعنا العيد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أعياد، اللهم أمين. نلتقي بكم مع برنامجكم أبشر بالخير لتفسير الأحلام والرؤى من منظور نفسي وشرعي واجتماعي. يسعدنا التواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة 09-222-2345، ومن خارج الدولة 009-719-222-2345. ويمكنكم أيضا إرسال الرسائل عبر الفيسبوك على صفحة الفجيرة تي في أو على الصفحة الرسمية باسم الإعلامي الدكتور أشرف العسال. حبة الكرام، كما تعودنا معكم نبدأ حلقتنا بنسمة جليلة عظيمة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. بنلتقي الآن مع هذه الآية وهذه الكلمة الجميلة، قول الحق تبارك وتعالى في تصوير المشهد، المراودة والمراوغة من امرأة العزيز، وراودته، شوف لفظ القرآن، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. غلقت الأبواب ليه؟ لأنها عايزة تعمل حاجة غلط. غلقت الأبواب لأنها تريد ارتكاب شيء محرم. غلقت الأبواب كتير قوي مننا إلا من رحمة ربي. فاكر لما هيغلق الأبواب إن كده ربنا مش شايفه؟ فاكر لما يروح سفرة بعيدة مع ربعه وأصحابه في عيد أو غير عيد إن كده محدش مطلع عليه؟ فاكر لما إنه يختفي في مكان ما خلاص كده بيقدر يعمل اللي هو عايزه؟ وقد غفل هذا المسكين أن الله يسمع ويرى. سيدنا يوسف عليه السلام مهما غلقت الأبواب لأنه عارف أن ربنا شايفه. يقول الشافعي: كنت طفلا صغيرا أتعلم القرآن، فقال أستاذي لي ولزملائي: كل واحد منكم يأخذ تفاحة ويخفيها في مكان، يأكلها في مكان لا يراه أحد. جاء كل التلاميذ تاني يوم، بيحكي الإمام الشافعي وكان عنده 6 سنوات، قال جاء زميل قال أنا كلت التفاحة تحت السرير، واللي قال كلتها في الصحراء، واللي قال خبيت نفسي في الكبت وكلتها، إلا الشافعي جاء بالتفاحة وردها لأستاذه. قال له: أنت يا شافعي لما لم تأكلها؟ ألم تجد مكانا لا يراك فيه أحد؟ قال: يا أستاذي بحثت في كل مكان، عندما أذهب لأكل التفاحة في أي مكان بعيد عن الناس أتذكر أن الله يراني. تفضل التفاحة بتاعتك، هي دي المراقبة لله سبحانه وتعالى. غلقت الأبواب، كم من أناس غلقوا الأبواب، لكن بابا واحد لا نستطيع أن نغلقه أبدا، باب الله تبارك وتعالى. شايفك وانت بتاكل حلال أو بتمد إيدك على الحرام، شايفك وانت بتكذب على الناس وهم فاكرينك صادق، شايفك وانت بتخون الأمانة والناس فاكراك أمين، شايفك وانت بتخون أقرب الناس ليك وفاكر ان انت يعني شطارة منك ان محدش عرف، ثق تماما ان ربنا يسمع ويرى. ولذلك دايما نعلم ولادنا قبل ما يناموا، قل لابنك وبنتك لما يحط راسه على المخدة وينام قل له كرر ورايا: إن الله يسمعني، الله شاهدي، الله مطلع علي. بكده نزرع في أولادنا مراقبة الله تبارك وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، صدق الله العظيم. حبتي الكرام، بعد هذا المشهد تعالوا لنبدأ حلقتنا معكم، وبعد غيبة طويلة وحشنا جمهورنا جدا جدا، وجالنا أول اتصال لبرنامجنا من العاصمة أبو ظبي. معنا مين؟ أخوي عبيد من أبو ظبي، السلام عليكم. أستاذ عبيد أتسمعني؟ السلام عليكم. عبير فرق الدال من الري، سامحينا يا عبير، كل سنة طيبة. الله يسلمك، عيات سعيدة. نالك والله. وإحنا كمان والله، بارك الله فيك يا عبير، الله يسلمك. جزاك الله كل خير والله. وجزاك يا عبير، الله يكرمك ويكرم جمهورنا الغالي. تفضلي يا عبير أموريني. الله يخليك. حلمت إنه أخوي أخذنا بالسيارة عشان نروح نعمل عمرة. فأنا صرت أحكي أنا وأهلي، فصرت أحكي إنه راح تكون متعبة لأنه بالسيارة. أوكي.
وبعدين واحنا ماشيين بالسياره كان عاملنا مفاجاه انه كنا حنسافر بالطيران السعودي لانه رحنا على المكتب. يعني هنا اوكي. واحنا بالمكتب هناك كانت جنبي مجموعه حريم، فبسالها بحكي لها اي ساعه الطياره، فبتحكي لي الساعه 4:04. حتى حكت الرقم الاول غلط، 4:04 اوكي. فصارت تعتذر، حكت لي الساعه 4. واحنا كانوا بينادوا على الناس عشان تطلع. كان في باكيت دونت على الارض، فرحت اكل منه انا. اخذت انا واحد واختي واحده. اخوك متزوج؟ لا. وانتي؟ لا. طيب ان شاء الله يبقى مش لا باذن الله. اخذت انا واحده واختي اخذت واحده، فبس اطلعت عليهم حجم الدونت صار بحجم الكعكه. ما شاء الله. وبنفس الوقت كان في معي واحد بالشغل كان جاي ياخذ دونات بس ما اخذ، وبنفس الوقت هو مش مسلم. سبحان الله. واحنا ماشيين عشان نطلع على الباص او السياره يطلعونا على المطار. بسال اي ساعه الطياره، فواحده صارت تحكي الساعه 7. طيب. في واحده كمان كانت بالصف اللي امامنا اسمها امينه. واحنا ماشيين اختي صارت تنادي على واحده اسمها نجاح، فردت عليها. اوكي، شو قالت يعني امينه ونجاح؟ اختي نادت على اسمها بس نجاح، فندت نعم. يا سلام، انت في دراسه ولا حاجه عبير؟ لا شغل انا. في الشغل، لكن ما سمعتيش ان جاكي ترقيه او جاي لك زياده على الراتب ولا حاجه؟ لا. طيب يا عبير، ابشر ان شاء الله الرؤيه طيبه وفيها معاني جميله، هقولها لك بعد ما اخد باقي الاتصالات يا عبير. شكرا عبير من ابو ظبي. معانا مين من الجزائر؟ امل من الجزائر، اهلا بالاخت امل وباهل الجزائر، كل سنه وانتم طيبين. ميرسي ليك وشكرا. اهلا بيك يا امل، اتفضلي يا امل. انا امل عزباء، اعمل ومن الوسط الجزائري. عزباء ايه؟ تعملي؟ اعمل وانا من الوسط الجزائري، من الجزائر العاصمه. اهلا بيك. نعم. شكرا. استاذ الي ثلاث احلام بسيطه حلم الي وحلمت لأختي وزميلتي في العمل، يعني حلموا بي. طب بس على السريع يا امل، اوكي؟ تفضلي. يعني قصيرين كثير. طيب. حلمت انني كنت داخله الى قاعه حفلات كبيره مع امي. وكنت لابسه قفطان من الغرب الجزائري اخضر مرصع بالاحجار الكريمه. ولابسه حلي الراس من الماس وعقد من الالماس. الله. وحذاء ابيض وكعب عالي. أوكي. كنت أمشي فجأة يعني طار الحذاء من رجلي اليمنى وأعدت لبسه مرة ثانية وأكملت المشي به. أنت صار خطوبة وصار خطوبة وما كملتش من فترة؟ ما بعرف. يعني ما صار معاك حد تقدم والموضوع ما تمش أو ما كملش؟ كان في شخص كان بده يتقدم لكن ما تقدمش، ما في حدا تقدم لإلي. طيب يا أمل، أوكي، الرؤية الثانية؟ والحلم الثاني، أمي حلمت بي أنني أحضرت لها حذاء أسود من ولاية أخرى وهي ولاية وهران وهي في الغرب الجزائري، ولهذا قلت لك أنا من الوسط. وأحضرت لها حذاء أسود ذو كعب وهي يعني خبته في الخزانة. خبيته ماما، اوكي. وخبيته في الخزانه، نعم. كويس. والحلم الاخير، يعني في زميله الي في العمل هي ذو اصول من الغرب الجزائري وكانت معي في تربص في الغرب الجزائري. اوكي. وارادت يعني هي قدمتني لاخوها الصغير، يعني ده في الواقع؟ في الواقع؟ في الواقع، في الواقع. اوكي. نعم. عرفتني على اخوها وحلمت بي انني دخلت الى بيتهم. وصعدت تجري الى الطابق الثاني واحضرت لي شبشب يعني يلمع من بيتهم. ما شاء الله. شبشب يلمع، اخوها ملتزم؟ يصلي صلاته، نعم. اوكي. بس انت بتحسي انه زي ما بيقول المثل يعني مش راكز زيك كده، مش عاقل زيك كده، صح؟ شو ما فهمتش. يعني مش تقيل، يعني تحسي خفيف كده. شاب روش يعني بلغة المصريين، صح؟ خفيف، لا مو خفيف، هو يعني تقيل في كلامه في اسلوبه في طريقته. رزين. ورزين. وسيم طيب شكله كتير طيب، نعم. طيب اوكي، عشان بتأكد من حتة يلمع دي.
فحبيت اتاكد منها. ماشي يا امل، هفسر لك بس بعد ما اخد بقى الاتصالات. شكرا امل. شكرا. من الجزائر. مع السلامه يا امل. مع السلامه. ام محمد. ام محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا ام محمد. كل عام وانت بخير استاذ. وانت بصحه وسلامه، عيدكم مبارك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. استاذ عندي بس حلمين. تفضلي يا ام محمد، تفضلي. الحلم الاول اني حلمت اني اعرف شخص كان يتكلم مع اثنين من الاشخاص وكان لابس بدله رسميه. الشخص ده تعرفيه بتقولي؟ ايه. كان انت لابس بدله رسميه. اوكي، انت غير متزوجه الاول؟ منفصله. طيب، في اولاد؟ ايه. ماشي كملي. وبعدين انا كنت انظر له نظره ابتسامة، بعدين اعطاني ورقه مكتوبه بخط ايده. كنت عنده ايه؟ معلش تاني؟ كنت انظر له بنظره الابتسامة. اوكي. وكان يتحدث مع اثنين من الاشخاص. بعدين اعطاني ورقه مكتوب فيها بخط ايده. اه. كان فواتير يثبت لي انه هو ساكن بنفس المنطقه اللي انا فيها. ورقه ايه؟ ورقه مكتوب فيها ايه معلش؟ فواتير، كان يثبت لي انه هو ساكن بنفس المنطقه اللي انا فيها، يعني شقه. اه تمام. فكنت انا انظر ليه بعد ما ضبط الابتسامه. ماشي. فاعطيت الجواز، فانا اعطيت جوازه لكنه لون مختلف عن الجواز الاساسي اللي هو عنده. اعطيتيه جوازه؟ جوازك انت ولا جوازه هو؟ جوازه هو. كان معاكي انت يعني واعطيته له؟ ايه، لانه هو ماله. هو ايش؟ هو ليه مو بلي انا، يعني ماله هو. لا ما فاهم عليك. لانه الجواز كان ليه هو مو بلي انا. ايوه مالك. نفس البلد بتاعتك ولا مختلف؟ هو كان لونه ازرق بس مختلف، يعني ما نفس الجواز اللي انا عندي. ماشي وصلت. اوكي بس كده. ايوه. الحلم الثاني حلمت انه صديقتي رجعت لطريقها. فكان طريقها يعاتبها ويقول لها انت شو تبين فيني. اوكي. بس انت بتحاولي ترجع لطريقك بس هو رفض؟ لا لا، مع انه خلاص يعني هم بتزوجوا كي. اوكي. طب العيال معاكي انت ولا معاه؟ لا حاليا معاه. طيب يعني عندك فرصه للزواج كده يعني ان شاء الله. طيب هفسر لك الرؤيه ام محمد، خليك معايا بعد ما اخد بقى الاتصالات. شكرا ام محمد. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. محمد من دبي. معانا اختنا فاطمه من سوريا، اكيد صديقه البرنامج فاطمه. هلا يا اخت فاطمه، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. دعيتي لنا في رمضان ولا لا يا فاطمه؟ دعيت المسلمين كلهم. الله عليك إن شاء الله. يا سلام على صدقك، يعني احنا بنتفائل بيك يا فاطمه لانك من الناس اللي بحسهم كده فيهم بركه وطاقات ايجابيه. اختنا فاطمه من سوريا دايما مرتبطه يعني بالله تبارك وتعالى وطاعات، والرؤى بتاعتك كمان تدل على انك يعني ان شاء الله تكون يا رب احسبك من الصالحات ولا نزكي على الله احد. يا رب. تفضلي يا فاطمه. تفضلي استكل. عندي رؤيتين ممكن دكتور؟ لا طبعا تحت امرك، تفضلي. الرؤيه الاولى دكتور، انا كنت بالمنام انا ضيوف وكنت بدي اتجهز عشان الضيوف، فلبست هيك عندي كندره ورديه لونها وردي وكعبها عادي. اوكي. ولبست كمان معها بنطلون جينز، ولبست كمان معها استني معلش يا فاطمه، كندره تقصد بها الله يعزك الحذاء ولا كندوره؟ تماما. لا لا، كندره يعني انه حذاء كعبه عالي. اوكي. يعني مش مكشوف. حذاء كعبه عالي. اوكي. انه وردي حصرا. جميل. اوكي بعدين؟ لبست كمان جاكيت، اول شيء اسود لونه هيك قصير وعليه هيك اكسسوار ذهبي. ما عجبني، بدي البس واحد ساده عشان يدبق للكندره يعني افضل. جميل. هاي الرؤيه الاولى. عرفتي. خلاص الجاكيت الاول، بس الثاني اطول منه، جاكيت اطول منه بس اسود ساده مش عليه اي شيء. سبحان الله. انت تقدم لك حد الفتره اللي فاتت يا فاطمه؟ ايه تمام. ايه بس ما كان مناسب، حسيتي انه التزامه ضعيف شوي. لا. لا لا لا، كان الإسلام كثير قوي عالم، بس ما مش الحال. شو عرفك يا فاطمه؟ اولا الفستان القصير ده والجاكيت القصير يعني شكله حلو لكن ما كانش هيكون مناسب ليك، لكن جاي الجاكيت الطويل جاي.
بس الجاكيت الطويل تماما. هو ده اللي جاي ان شاء الله. اسال ربي يا رب يرزقك، لان ربنا بيقول عن الزوج والزوجه في القران ايه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فلباس المراه اللي هو الجاكيت او الكندوره الفستان هو الزوج او الخاطب، كلما كان طويل وساتر كلما دل على انه صاحب دين وصاحب اخلاق. فهمتي؟ بس بارك الله فيك. ماشي فاطمه، الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه، الرؤيه الثانيه دكتور، انا كنت شايفه واحد من مشايخي بيمشي بيجري بطريقه سريعه كثير وانا بجري وراه. اوكي، بس وراه عشان اسلم عليه، بس كنت لابس لباس شرعي كامل ومغطي عيوني، فهو بيجري بيركض وانا بركض وراه. فاستوقفني شاب مجهول بالشارع بيقول لي انه انت يعني عم تركضي ورا الشيخ عشان تسلمي عليه. قلت له اي نعم انا عم بركض عشان اسلم عليه. دخل الشيخ لعند محل وقفت استنيته برا، بعدين تحولت الرؤيه لمكان وكانه بالحرم المكي عم بدور على مكان عشان اصلي فيه. بعدين انتقلت بالحرم المكي لمكان ثاني وانا كنت ماسكه موبايلي وكانه عم بحكي مع نفس الشيخ بس مش متاكده، وامامي مجموعه من المصاحف الكثيره، يعني على طاوله مجموعه من المصاحف الكثيره. الله، شو الرؤى الجميلة دي يا فاطمة؟ حاضر ست الكل، هجاوبك عنها دلوقتي إن شاء الله. شكرا فاطمة من سوريا. شكرا فاطمة، بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير. أحبة الكرام، بعد هذه الرؤية من أختنا فاطمة من سوريا نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرونا. أهلا بحضراتكم، رجعنا لكم تاني نجاوب على الأحلام اللي كانت قبل الفاصل. بالنسبة لأختنا عبير من أبو ظبي، قالت إن شافت أخوها بيقود سيارة وكأنه هيركب في السيارة دي ويذهب معاهم إلى عمرة، وبعدين طلعت مفاجأة إنه مش هيروحوا العمرة بسيارة، يعني تلوم إنه متعبة السكة بالسيارة يعني. فطلع في النهاية إن هيركبهم الطيارة، وبعدين كانوا لقت دونت، والدونت اتحول الى كعك كبير كلت منه هي واخوها واختها، وحتى واحد معاه في الدوام مش مسلم وكل من الدونت. كويس. اولا، وفي اسم امينه ونجاح، ثلاث حاجات مهمه في الرؤيه دي يا عبير. بدايه، الاستعداد للذهاب الى العمره او الحج هو بشرى للانسان صاحب الرؤيه بان يتم الله عليه امر معين، حاجه هتكمل، حاجه نفسك كانت تتحقق وهتتحقق. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. تمام. أما الدونت تاني حاجة، أي حلويات في المنام، دونت، شوكولاتة، كيك، الحاجات دي كلها تدل على الخبر السعيد. بالنسبة أنه الخبر السعيد دوت هيكون يعني ينتشر، لأنه دونت وكبر أصبح مثل الكعك، وسبحان الله قد تكوني سبب في هداية بعض الناس. ثم أخيرا، أمينة ونجاح، أمن، يأتيك الأمن والأمان في حياتك والنجاح والتوفيق. دي ثلاث رموز واضحة جدا في المنام يا عبيد. بالنسبة لأمل من الجزائر، أمل بتقول: أنا عزباء، أول حلم ليا حلمت أن أنا في حفلة مع أمي، ولكن كنت ألبس القفطان مرصع بالألماس وعقد مرصع بالألماس، وبعدين حذاء راح مني وبعدين رجعته. دي خطوبة تمت يا أمل في البداية، أنت مش هتكمل أو خلاص، وأنت قلت لي فعلا ده حصل. بإذن الله تعالى ربما تعود خطوبة أخرى لك ويكون فيها الخير. دايما يا جماعة نظرتنا بتبقى قاصرة، الله تبارك وتعالى له حكمة في كل شيء، إن أعطى فله حكمة، لأنه يعلم أن العبد ده لو هو أعطاه هيتصدق ويبقى كويس. في ناس بتأسرها النعمة، وفي ناس ما بترجعش لطريق ربنا إلا بأنه ياخد منه شوية، يحرمه شوية، فيقعد يقول يا رب يا رب. فربنا لما بياخد لحكمة، ولما بيعطي لحكمة سبحانه وتعالى. الحلم الثاني الأمل، بتقول أمل إن أمها حلمت، أمي حلمت بي إني أحضرت حذاء أسود من ولاية أخرى في الجزائر، وأمي خدته وخبته في الخزانة. ده واضح الحذاء، الله يعزك، أنه خاطب أو زوج وأسود من السؤدد أي الغنى، ميسور الحال. تمام.
ان امك تخبأه في الخزانه، الخزانه مقصود بها القلب، وكانه سيكون والله اعلم انسان قريب من قلب امك. واكبر نعمه ان البنت تتجوز واحد يبقى بالنسبه لامها اللي هي حماته زي الابن. واكبر مشكله لما الواحده تتحط في ازمه بين امها وبين جوزها ويقول لها اختاري يا اهلك وامك يا تختاريني انا. طبعا اللي بيعمل كده من الازواج يعني معلش يريد علاج نفسي، يعني هتمنعها من اهلها مثلا؟ ما ينفعش، في الاخر امها وابوها لا يقطع الارحام. انت زوجتي وتسمع كلامي ولازم، طب وبعدين تسمع كلامك في فيما يخالف شرع الله تبارك وتعالى وقطع الارحام؟ معلش لابد من زياره الاهل حتى وان كان في بعض المنغصات، اتحمل الله تعالى. الحلم الثالث يا امل بتقول ان زميلتها قدمت لها اخوها في الواقع طبعا عشان يخطبها او يمكن يعني يدخل في مشروع زواج. حلمت بقى ان هي تلبس شبشب بيلمع. الرؤيه دي رساله ليكي انك ما تغتريش بشخص يكون يعني من الظاهر من بره بيلمع. بيلمع يعني ايه؟ يعني اسلوبه حلو خفيف ظريف، او انسان يظهر غير الطبيعه اللي عنده. ياما ناس في اول الخطوبه بيظهروا يعني بيلمع، اما بعد ما يتقفل عليهم باب واحد تبص تلاقي اللي معنده الطفى. ايه عايزه ايه؟ اهلك مش عارف ايه، انا اديك على راسك ايه ده؟ تربي مين يا عم؟ انت فاكر نفسك بتكلم عيل صغير؟ دي زوجه. فين الوش الحلو؟ لا انتهت خلاص. ايام الخطوبه دي كل سنه وانت طيب، خلاص كان ايس كريم وخلاص كلناه وانتهت على كده. لا طبعا الانسان، انا دايما انادي كمتخصص اسري اظهره في الخطوبه، فتره الخطوبه يعني اسوأ ما عندك. باين انك انت بتغضب، انك انت عصبي، باين ان انت كريم بخيل، باين اللي عندك يا اخي عشان بنت الناس تخش على نور. وانت كمان الله يخليك بلاش يعني الكلام اللي وبعد كده اسمع مني الكلام تاني. خلي طبيعتنا تبان لشريك الحياه عشان الحياه تبدا بصدق من البدايه. طيب ام محمد بتقول الحلم بتاع محمد من دبي، بتقول شخص تعرفه لابس بدله رسميه، ده طبعا زوجه واضح، ابتسامه منك ومره تانية ابتسامه، بعدين اعطته جوازه. ربما والله اعلى واعلم ان كان هذا الانسان جاد ربما يتقدم لك لزواج او خطوبه والله اعلى واعلم. حلم التاني بتقول صديقتي رجعت لطليقها وطليقها كان يعاتبها. معناها ايه؟ دي رساله ليكي انت، اذا كان في امل للرجوع وعندك عيال من طليقك فارجعي له، لان الطلاق والعتاب يفسر بالعكس في المنام والله اعلى واعلم. اخر حلم بالنسبه لفاطمه من سوريا بتقول اول ما نام كان ضيوف وهي لابسه كندره مش كندوره، في فرق ها؟ اللي هو زي حذاء الله يعزكم وردي وعالي. هذا خاطب ذو مكان عاليه يا فاطمه، وردي لون المحبه والعواطف والاحساس، وبعدين جاكيت اسود ذهبي ده كان قصير خاطب غير مناسب، اما الجاكيت الثاني الطويل اللي انت لبستيه ده خاطب ساتر عليكي وزوجي يكون ستر وغطى. احسن حاجه في الدنيا الانسان ربنا يرزقها انسان يستر عليها، مش بس شويه ملح قال له في الاكل بيخرب بيتها، الله الجيران بيسمعوا صوته اخر الدنيا ها، عشان شويه عشان نسيت بس مش عارف ايه الرز مش عارف معلوش حبه شوربه او ويخرب ليه احسن شيء ترزقي بانسان يكون ستر وغطى. اسال الله تبارك وتعالى يستر علينا جميعا في بيوتنا، لان دي نعمه من ربنا ان تكونوا ستر على بعض. بالنسبه للرؤيه الثانيه بتقول كانها الشيخ بتاعها ماشي اللي بيعلمها قران او العلم ما ادري مين هو، بتقول هو يجري وانا اجري وراه، دليل ان انت هتجري ورا العلم، انت هتسعي ورا تعلم امور دينك ما شاء الله عليكي. اللي يجري ورا عالم كده واحد وقف وبعدين لقت نفسها في الحرم مكة المكرمة، ده أمن وأمان ليكي في حياتك. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ولقت مصاحف كتير
يعني هترزقي حفظ القرآن وترتيله. أختنا أم مريم من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وغلا أم مريم، يا مرحب. يا مرحب أم مريم. تفضل استكل. أستاذ أشرف، أنا حلمت حلم، حلمت إن أنا في السيارة. كانت عندي سيارة قديمة. كويس. حلمت إن أنا في السيارة القديمة هذه. إيه. وأشوف قدامي قطة سوداء. أيوة. وعلى الجنب، على الجنب كانت أختي جاية لعندي. جاية لعندي في السيارة، وكان الله يعزك معاها كلب أسود. عيونها صفر بس كان أحول الكلب، زين؟ فيا زين عند الباب هي وأختي، فأختي تدق علي الباب تقول لي افتحي افتحي افتحي، أقولها لا ما بفتح، أنت عندك كلب ما بفتح، فتقول لي بس افتحي. فتحت طرف الدريشة شوية أشم ريحة عفن جاية من الكلب هذا الله يعزه، فاضطريت إني سكرت الدريشة، فقريت سورة الفرق الفلق، قاعدة أقرأ سورة الفلق، أقرأ سورة الفلق لين ما الله يعزك يا شيخ إن هذا الكلب الأسود وخر من عندي ووخر من عند أختي، فتحول لحصان أبيض، حصان أبيض كبير يعني شكله وسيم، يعني الحصان حلو، فرايح لصوب وين صوب القطة السوداء اللي شفتها أول شيء. أيوة. يعني تحول الكلب الأسود للحصان أبيض من بعد ما قرأت سورة الفلق. الله. طيب هي أختك عزباء؟ لا لا معرفة، عندها عيال. وأنت متزوجة؟ أنا منفصلة يا شيخ. طب يعني يعني علاقتك باختك زينه الحمد لله يا ام مريم؟ لا لا الحمد لله الحمد لله، اول كانت مو بس الحمد لله الحين. ما انا خايف هو ده اللي يكون، والعياذ بالله الكلب الاسود يعني العلاقه اللي كانت فيها مشاكل، ولكن الحمد لله اتصلح الحال وصار حصان ابيض، يعني علاقه طيبه. قريب صالحتوا بعض من قريب قبل رمضان؟ تقريبا ها، تقريبا قبل رمضان ها. ابشر ان شاء الله، بس هقول لك حاجه من الرؤيه دي، تستنين لحد ما اخلص باقي الاتصالات، هقول لك حاجه مهمه قوي، اوعي تسيب التلفزيون. زين وفي شيء بعد يا شيخ؟ هلا تفضل. الدوام، انا موظفه فشويه الحال مش مستقره يعني في الدوام وكذي، فحلمت ان انا سبحان الله مو شبه عاريه، يعني في عندي لبس بس يبين اجزاء من جسمي، فعلى اساس اني بطلع من الدوام هذه بطلع، فسبحان الله رجعت مره ثانيه ورجعت كاني قاعده اكل رز، وفوق الرز لحم، مع ان من النوع اللي ما اكل لحم، وقعد اكل لحم وكلت رز، وبعدين حليت بالحلا، فهذا هو يا شيخ الحلم الثاني. انت عايز تطلعي عشان في شخصيه معينه مضايقاكي بالدوام؟ لا مش ابى اطلع، ابى انتقل لقسم ثاني. عشان في شخصيه تعباكي شويه صح؟ ايوه صح. بس جالك اخبار ان الشخصيه دي ممكن هي اللي تتنقل خالص؟ لا هي بالعكس الحين تقريبا بتتثبت هي الشخصيه هذه. طيب اذا تثبتت هيبقى العكس، انت ربنا يشيلك بعيد عن الناس المتعبين. هبشرك ان شاء الله من ورا الرؤيه دي لانها حلوه مش وحشه، فيها الحلا فيها الحلا. هلا وغلا فيكي. شكرا ام مريم. الله يسلمك. معانا اخونا احمد من دبي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا وغلا باهل دبي الغاليين. يا هلا يا دكتور، يا عشنا فيها خمس سنوات دبي الغاليه ما شاء الله. الله يدومك يا دكتور، الله ان شاء الله البلاد والعباد ان شاء الله يبعد. الله يسلم. عسل وانت بتتكلم مصري يا اخوي احمد. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. ربنا يديم المحبه بين مصر والامارات واهلها وشعبها يا رب. اللهم امين. دائما دائما يا كبير، دائما الله يرضى عليك. والله اقرب شعوب الارض لقلوبنا كمصريين، وانا اعرف برضو انتم كمان تحبونا شعب الامارات حقيقه، يعني أكيد. حاجه كده بتاعت ربنا زي ما بيقولوا، اسال ربي يا رب يؤلف بين قلوبنا ويجعل ان شاء الله النصر دائما لبلادنا. اللهم امين. حبيبي حبيبي يا استاذ احمد، من كثر ما نحبكم يعني وصلنا لين القرى، لين شبرا خيمه ولينا. حبيبي الله يكرمك، الله يكرمك ويوسع عليك ويجعل ايامك ايامك مباركه انت وكل جمهور اللي بيسمعنا يا اخويا. اللهم امين. دكتور انا عندي حلمين، بس حلم واحد اسف ما اطول عليك. ولا يهمك، تفضل استاذ احمد. الله يطول عمرك. انا طبعا نحن في اشكاليه شوي صايره عندنا في المنزل. نعم. خلافات، اقول لك في اشكاليات صايره يعني خلافات طلاق وما طلاق صاحب الاخوان. ايه. حلمت هاك اليوم ان الوالد عازم الشيخ منصور بن طحنون الدكتور. طيب. زين، وكان كنا عاملين غدا، هي وجبه غدا يعني في العقد. ف واضح منسمين، اي نعم منسمين الجماعه ولا. وبعدين زارنا واحد من اهل الحرمه يعني من خوالها. واضح واضح. اي وكانت الساعه تقريبا 4 الى 5 العصر يعني، وقال لي ولد عمي، قلت له خلاص يلا بيتفضلون الجماعه على الغدا. قال لي لا
حمد حيجي من الديوان، قلت له لا خلاص مستحيل ننتظرك عنك، دي تأخرنا على الشيخ. ماشي واضح سيدي واضح. كان الغداء يعني من الجمال الصغار اثنين، وكان يعني كانت وليمة طيبة يعني. جميل واضح أخوي أحمد. مطبوخة طبخة عدل. حلو. الرؤية الثانية؟ الرؤية الثانية حلمت خالي اللي هو أبو الحرمة اللي ماخذينها أخوي، ولد خالي ولد أخوه والوالد وأنا كنا في مجلس متواضع، فجانا الخال وكان عنده أبليكيشن في التلفون، قلنا شو هذا الأبليكيشن؟ قال هذا بتاع تخصيص الأعراض أو ما شابه. تمام. قال الوالد خلاص نحن اليوم حنكرم خالك بذبيحة، قلت لا ما يستاهل ذبيحة، نعملها بالغداء اللي موجود في البيت. يا سلام يا سلام. الرؤيتين دول فيهم معنى جميل اخويا احمد، خليك معايا اوعى تفارق الشاشه، هفسرها لك بعد ما اخذ باقي الاتصالات. نعم. انا مش على الشاشه، انا اكلمك على الخط. ما شاء الله، ده يعني هذا فخر لينا ان جمهورنا بينتبهنا اخويا احمد كمان عبر التليفونات او بعيد عن التلفزيون. سبحان الله، اشكرك على المتابعه يا احمد وهفسر لك. طيب خليك معايا افسر لك يا احمد، لان انت مش قدام التلفزيون فمش هتلحق تسمع يمكن. ها نعم. مش شوف الرؤيتين دول يا اخوي احمد يدلوا على انه اذا اردتم حل اي مشكله الايام دي موجوده في العيله او على مستوى اخوك او كده، عليكم بانك تذبحوا شيء لله تبارك وتعالى بنيه وتوزعوا الفقراء والمساكين، وجزء منه يتعمل به ضيافه للاهل بنيه ان الله يفرج الهم، لان دي اسمها فدوى. شوف سيدنا اسماعيل الله فداه بايه؟ بكبش من الجنه نزل على سيدنا ابراهيم. فلذلك صحيح. افدوا المشاكل دي بحاجة تطلع لله تبارك وتعالى، ده صدقني هتلاقي الخير كله. وطبعا وجود أي شيخ أو أمير في المنام هو تحقق أمل ورفعة مكانة لصاحب الرؤية واللي معاه بإذن الله. شكرا أخوي أحمد بارك الله فيك. شكرا أحمد من دبي بارك الله فيك، مع ألف سلامة. معانا أم سعد من السعودية، السلام عليكم يا أم سعد. السلام عليكم يا أم سعد، أسعدك الله. أيوة يا شيخ. هلا وغلب بأختنا الغالية أم سعد وأمنا الغالية. أهلا فيك. أنا حلمت أني فزت مرتين بخمسة فدان، كل مرة خمسة فدان. بخمسة إيش؟ فدان، قطعة أرض فدان. فدان اللي هو فدان الأرض؟ أيوة أيوة. أوكي. وواحد تمنحني يا الحكومة، واحد كلفت الحكومة شركة اسمها الجريسي بإعطائي هذه الخمس فدادين. أوكي. وحلم ثاني أنه قمت بمهمة لإنقاذ موقف في العمل. أوكي. وبعدين وأنا بمكان المهمة شفت بحر واصطادت منه واحدة من المجموعة اللي معي سمكة كبيرة، وأنا إجيت أصيد فصدت سمكة ثعبان. مش مشكلة. أوكي. ورجعت على مكاني الأصلي فلقيت المديرة مبسوطة أني قمت بالمهمة وأعطتني جائزة علبة خشب فيها داخلها يعني شيء مهم كذا، جهاز حلو. جالكسي كأنه. جميل جميل. طيب السؤال انت لسه بتشتغلي؟ شفت حلم ثالث من فضلك. طب بس اسالك سؤال قبل الثالث، بتشتغلي يا ام سعد انت حاليا؟ شلون؟ تعملي الان؟ تعملي؟ لا انا متقاعده. متقاعده، طيب انت مقدمه على شيء في الحكومه، ارض او بيت او شيء زي كده؟ لا لا. ايوه. السؤال الاخير، دخلت في إصلاح مشكلة لحد أسرية أو عائلية اليومين اللي فاتوا؟ والله ناوية يعني. انوي ويمشي في الموضوع، لأن في خير من الرؤية الثانية دي بالذات هقول لك عليه الحين بعد ما ناخد باقي الاتصالات. طيب معليش كمان حلم غير طالي. طب سريعا يا أم سعد عشان طيب. عندنا فاصل تفضل. أنا استخرت ربي ونبت على الاستخارة هذه. أيوة. أنه الله يفتينا في سحرنا، لاني انا تعبانه يعني شوي. الف سلامه. الله يسلمك. وبعدين شفت في الحلم واحده من اخواتي واقفه وبتقول السحر تحت شجره غير مثمره.
وبعدين جلست أدور أنا على هذا السحر، لقيت زوجي حافر سيرة سري بده يزرع فيه، فجلست أدور فيه فلقيت ورقة في زاوية البيت، لقيت ورقة بيضة، فتشت تحتها لقيت كيسين صغار، والكيسين هذول فيهم مادة زي الشاي أسود كده، مادة سودة، وأصغر هن من ورق الشاي. وبعدين أعطيتهم لأبوي أو زوجي واقف جنبي، فقلت له خلاص لقيت السحر، فمسكوا وجلس يدعى عليها، دعا عليها دعا دعا مر، وأنا أقول هي واللي ساعدها، هي واللي ساعدها. مين هي اللي دعا عليها؟ هاي أختي هذه اللي قالت لي السحر تحت الشجرة. بس أختك علاقتك بها زينة الحمد لله، أوكي؟ لا والله سيئة مرة. بس خلي بالك الله يخليك، حتى لو علاقتكم سيئة معاها يا أم سعد عمرنا ما نقدر شرعا نحكم على الناس من خلال حلم أبدا. اوعى تظني أبدا أن الحلم يقول لك هذا سحر لي، هذا سرق مني، هذا سوالي أبدا، لأن إذا حد فسر كده يبقى هذا مش فاهم الدين ولا فاهم العلم. الأحلام بس أنا كنت بالحلم إيه؟ مفكرة أنه هذا سحر لأبوي وأمي. انا هقول لك سحر لأبوي وأمي. لا انا هقول لك شو التفسير، لكن احفظ القاعده دي انت وكل اللي بيسمعونا يا ام سعد، لا تؤخذ طيب. الاحكام من الاحلام ابدا. لا نحكم على البشر من خلال حلم. يعني الواحد النهارده لو شاف حلم زي كده وراح اشتكى على حد، يقول مثلا في الشرطه ولا يعمل قضيه، شو اللي عندك؟ يقول والله اصل شفته في الحلم سحر لي او سرق مني، والله يضحك علينا القاضي، صح ولا لا؟ ما يصير. فلا تؤخذ الاحكام على الناس من الاحلام، لكن في تفسير للحلم ده هقول لك عليه بعد الفاصل يا ام سعد. اشكرك يا ام سعد ويديك الصحه ويشفيك يا رب ان شاء الله. شكرا ام سعد من السعوديه. احبتي الكرام نذهب الان الى فاصل ثم نعود اليكم بعد قليل الاجابه على احلامكم السعيده. نذهب لفاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من جديد مع تفسير الاحلام اللي كانت قبل البريك. ام مريم من ابو ظبي، طبعا بشكر كل الناس اللي على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل، المدح والكلام الطيب اللي اتقال، يعني احنا اقل من كده والله بكثير. اسال الله ان يعلمنا واياكم ونكون بشره خير ليكم جميعا بعنوان ابشر بالخير، يعني يا رب برنامجنا يكون له لمسه في حياتكم باذن الله. أم مريم من أبو ظبي بتقول كنت راكبة كأن سيارة قديمة، بعدين قطة سوداء، وبعدين أختها من بره بتدق الباب ومعها كلب أسود، قالت لها افتحي، ما رضتش تفتح. المهم فتحت شوية من الدريشة يعني النافذة باللغة العربية، فشمت ريحة مش حلوة من هذا الكلب عزكم الله، فسكرت تاني. فلما قرت صورة الفلق وكده، فبتقول الكلب بعد وتحول لحصان أبيض. سألتها علاقتك إيه بأختك؟ قالت كان في مشاكل وخصام وبعدين اتصالحنا. طبعا الرؤية واضحة وضوح الشمس، إن والعياذ بالله الكلب الأسود ده الشيطان اللي كان موقع بينكم مخلينكم تخصموا بعض، وريحته غير طيبة، لأن الخصام فعلا رائحته غير ذكية. الخصام بيقتل القلوب والنفوس والمشاعر، الخصام لا يأتي بخير أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيركم من بدأ أخيه بالسلام. أنت أختك حاولت تصلحك لما بتقولك افتحي، ما كنتش راضي تفتحي لحد ما ربنا أكرمكم لما قريت الفلق. يعني إيه صورة الفلق في المنام؟ صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني أنت تخلصتي من الشر ومن الشيطان بمصالحة أختك. ربنا بيقول على لسان سيدنا موسى، بيقول عن سيدنا موسى وهارون سنشد عضدك بأخيك. احرصوا على صلة الأرحام وبالذات الإخوة والأخوات مع بعض. حصان الأبيض هي دي الصلح اللي صار بينك وبين أختك. تمام.
الحلم الثاني بتقول انا موظفه حسيت اني كاني خارجه بملابس يعني مش مستوره قوي، وبعدين طلعت واكلت بقى لحم ورز وبعدين حلى يعني حلوى، ده معناه ان ربنا يكرمك في دوامك لمكان افضل، لا هيبعد اما هيبعد عنك الناس اللي تعبوكي وظلموكي واما انت هتبعدي عنهم وتكوني في مكان فيه حلوى يعني فيه راحه وفي خير وفي اكل رز يعني في رزق. نعم. الحلم الثالث لا خلاص. احمد من دبي، احمد من دبي بيقول شفت انا فسرت لك يا احمد رؤيتين وقلت لك لان انت بتتابعنا مش من التلفزيون، بتتابعنا من على الموبايل تقريبا. ان شاء الله اذبحوا حاجه لله يا احمد وربنا يبعد عنكم ان شاء الله كل المشاكل اللي موجوده. مساعد من السعوديه، اسم الجميل يا مساعد، ولكل منا من اسمه نصيب، ربنا يسعدك ان شاء الله. حلمت كان خمس فدادين، واحد جالها من الحكومه وفدان تاني او الخمسه التانيين من شركه من الشركات. دائما الاراضي في المنام او العقارات تفسر على انها خير ياتي للعبد ورزق او زواج، بالذات العقارات والبيوت، زواج احد الابناء او البنات غير المتزوجين، وان كانوا متزوجين فانجاب وتكوين اسره، لأنه ده بناء بيت وبناء أسرة. نعم. أما الحلم الثاني أم سعد حلمت إن هي كانها في مهمة، كانت هتنقذ موقف معين، المهم اصطادت واحدة سمكة، هي اصطادت سمكة ثعبان، أي سمك نصطاده من البحر إن شاء الله يكون روبيان، أنا بحب روبيان جدا صراحة، إن شاء الله يكون روبيان، إن شاء الله يكون سمك تعبان، كابوريا، عارفين الكابوريا بيقول عليها إيه هنا؟ مش النقانق، لا القباقيب، والله ما عارف ولا صح يعني، حد يصلح لي من كنترول. فده طبعا كلها الاسماك كلها فرج ورزق عاجل، سبحان الله السمك مستحب بالذات اللي طالع من البحر فريش، الله اكبر. وبعدين بتقول المديره كانت مبسوطه وعطتها جايزه، واضح ان انت هتتدخلي في حل موقف ومشكله معينه، انت لسه انا سالتك قلتي لي لسه هدخل في حلقة، ادخلي ستنال الجائزة مش من مديرة، ستنال الجائزة من الله عز وجل الذي قال وقوله الحق، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، ثم قال في الآية أو إصلاح بين الناس، الله أكبر، هو ده الإصلاح بين الناس، أعظم وظيفة ومهمة في الحياة، يا رب اجعلنا سبب للإصلاح. أما اللي بيخرب البيوت ده واللي شغاله ودود 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 ودا، يا عم سيبك منها طلقها نجيب لك غيرها، يا ويلها. لعن الله من خبب زوجا على زوجاته، قلبهم على بعض، ولعن الله من خببت زوجة على زوجها، طلقت فعايزه كل صحباتها متطلقين زيها، يا ويل اللي تخرب بيوت الناس، نسأل الله العفو والعافية. المهم بتقول الحلم الثالث والأخير هي استخارت ربنا وشافت، دي مين دي؟ هي أم سعد، شافت واحدة بتقول لها السحر ومش عارف تحت شجرة، وبعدين لقت ورقة بيضة فيها كيسين اللي فيهم مادة سودة، أعطتهم لأبيها لجوزها أو أبوها، وبعدين قعد يدعي بقى جوزها على أختها. أنا قلت لك يا أم سعد لا نحكم على الناس أبدا من خلال الأحلام أبدا، حد يشوف مش عارف خالته عمته أخته عملت له عمل في المنام يقول لك أيوة هم اللي عملوا لي، لا يا عم، شيطان هو اللي بيجيب الأحلام دي، لا نحكم على الناس أبدا من خلال حلم. زي واحدة ديك النار تقول لي ده بيخني يا دكتور وأنا لازم أطلق منه يا سعادة المستشار، قلت لها ليه؟ ليه يا أخت؟ يا ترى عمل إيه؟ أنا افتكرت بقى مسكت عليه حاجة، شافته في موقف مش عارف إيه، طلعت الحكاية إيه؟ جات تطلق عشان شافته في الحلم بيكلم واحدة ومش عارف راكبة معاه السيارة، وقلت لها ده حلم ده؟ قالت لي قلت لها استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، قالت لي انا والله قمت ضربته وصحيته من النوم، قلت له لازم النهارده توديني تطلقني. اتطلقي عشان خاطر حلم، الشيطان بيلعب بيكم. خلي عندكم ثقه في الله تبارك وتعالى واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. معنا كم دقيقه يا استاذ مهند؟ ام عبد الرحمن من ابو ظبي. طبعا الجماعه بتاع الفيسبوك زعلانين مننا واتظلموا النهارده، فان شاء الله الحلقه الجايه تتعدل الامور يعني. ام عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلا ام عبد الرحمن، اتفضلي. لو سمحت انا عندي حلم ابغاك تفسر لي. اتفضل اتفضلي ام عبد الرحمن. والحلم هذا معايا تقريبا من خمس شهور. ايه اوكي.
حلمت أنا قاعدة وعندي أخواتي في بيت حل زوجي. فجأة الكهرباء انطفت. أوكي. اتصلت على زوجي وخبرته بأن أخواتي عندي والكهرباء انطفت، وهو سكر التلفون وأنا عملت القهوة والشاهي الحليب والخدامة تساعدني. بعدين إيش تاني خبرت زوجك وقال لك إيه؟ خبرته وسكر التلفون. ماشي. هي. بعدين أخوات خبرت أن الكهرباء انطفت وهو سكر التلفون، وأنا سويت الشاهي والقهوة لأخواتي أنا والخدامة تساعدني والكهرباء مطفية. أيوة. بعدين أخواتي راحوا البيت. بعدين جاء زوجي البيت، دخل غرفة النوم وأنا كنت أرقد العيال في غرفتهم. يوم جيت بدخل معه غرفة النوم قال لي زوجي لا تدخلين، انتظري عند الباب. اوكي. ودخل غرفة النوم سكر، وانا جلست برا عند انتظرت طويل وما فتح لي الباب. بعدين رحت دقيت الباب عليه وفتح لي الباب، نسيت اني ابى ادخل، انا قاعد ترى يوم ما افتح لي الباب. يوم دقيت الباب وبفتح الباب بدخل. أوكي. افتح لي الباب وبعدين انا قلت له انا نازل انت. اوكي. انت زوجك دايما مقفل كده دايما يعني وما بيحبش يحل الامور؟ ها هي ما يحب يحل الامور. بس الرؤيه واضحه جدا. اختم بيكي بعد ما كملت بسرعه مع عبد الرحمن، فضلت نص دقيقه على البرنامج، تفضل بسرعه. انتظرت بعدين دخلت، يوم دخلت قلت انت تغازل، قالت بين صدق يا فلانه انا معرس عليك بالسر ومن القبيله الفلانيه، واخوي قال لي تبان نعرف يا فلان، قلت له يلا وتزوجت، وهي ما تعطيني يعني مش مهتمه فيني وايد. واضح. طلقها ولا لا في الحلم؟ ما طلقها، قال لي يا فلانه انا معرف عليك بالسر، تبين تقعدين قعدي، تبين تروحين بيت هلش روحي. ماشي. وانا يوم شفت كذي شلت الكوايه وحرقت جلي بالكوايه. ضربتيه بالمكوى؟ لا حطيت الكوايه في رجلي. في رجلك انت؟ نعم. المكوى تقصد؟ ها المكوى حطيتها في رجلي. ماشي. وهو ينظر يقول لي سوي اللي تبين تسوينه. وتركت انا تركت الكاوي حذفت بها تحت. واضح. ورجلي سودت وهو يقول لي سوي اللي تبين تسوينه. واضح. انا معرس وزوجتي ما تعطيني ود. واضح يا ام عبد الرحمن. بص يا ام عبد الرحمن اختم بيكي، هذه ليست برؤية انما هو حلم يعتبر من حديث النفس بسبب المتاعب الأسرية وبسبب تعامل الزوج معاكي، لكن هو لا في جواز ولا في، هي المسألة كلها لازم يعدل معاملته معاكي عشان ما تشوفيش الاحلام دي تاني. ادعي له في صلاتك ان ربنا يهديه ويصلح حاله وحال ابنائك ان شاء الله. احبة الكرام، بعد الحلم دوت لام عبد الرحمن جئنا لنهاية الحلقة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودائما نقول لكم أبشر بالخير.